بحس ان المخرجين في مصر عامة عندهم مشكلة مع الصمت، يعني في الاخراج الصمت، يعني معظمهم لا يؤمن بالصمت، مع ان الصمت ده هو بتقال فيه اللي مش متقال من الممثلين، لدرجة ان في يعني سينماتوجرافرز او مديرين تصوير فاهمين الحتة دي، فساعات بيسيبوا الكاميرا دايرة بعد ما المخرج يقول كات، ودي من الحاجات المنترين بيبقى ده الذهب اللي بيلاقوه في في الماتيريال. بيبقى عندك ساعات بتبقى محتاج صمت وما بتلاقيهوش في الـ في الـ في الماتيريال بتاعك. احيان كتير جدا بتبقى محتاج اللحظات دي، وساعات زي ما انت بتقول كده اللحظه الصمت بتبقى محتاجها كمشاهد انك تهضم حاجه، تدايجست حاجه. واحيانا ممكن تعمل جزء كبير جدا في المشهد ببساطة فقط، وعشان كده في المونتاج بيقول لك كده تعرف تحط الرياكشن امتى، ودي بتترجم لك فكره الصمت. الرياكشن ساعات بيوصل لك حاجه اهم من كلمه، ودي غالبا انت ساعات بتعملها وهي ما كانتش في خطه المخرج، لكن هي العمل، هي اللي خلقت المشهد، وهي اللي خلقت العاطفه في المشهد. مومنت يعني جاك ليمون عنده مقوله جباره بيقول لك انه المخرج معتقد انه لما يقول اكشن ان لازم الممثل يعمل حاجه، يعني مش لازم شرط. هو لازم يبقى to become in the moment. بس انا عارف وتعاملت مع مخرجين مع اكشن مثلا، انا عارف ان المشهد ده انا هقول للفوت بنتي حاجه انا نص مقتنع بيها ونص خايف عليها ونص بضحك ولا تلت بضحك عليها. فانا في بدايه المشهد كنت لقيت نفسي انا خدت لحظه كده كشخصيه بحس بالحاجات دي قبل ما ابتدي اكلمها. فالمخرج قد عباس قول ما انا يا استاذ اصل بقى اللحظه بس اكشن قول اللاين بتاعك. احنا عندنا المشكله دي ان احنا عايزين او المخرجين عايزين يخرجوا يا فعل يا حوار، عندهم حاله توجس من الصمت، لان كانه ما فيش حاجه بتحصل، مع ان اعظم الحاجات بتحصل صمت في الصمت. صمت. انا من اكتر المشاهد في حياتي اللي افتكرها دلوقتي حالا يعني في بحبهم، في مشهد في فيلم اميره، مشهد كده ما بين صبا وعلي سليمان، مشهد كده نصه صمت، هو كان ورق زيز ما بينهم وبعدين قفلت السماعه فما سامعين بعض، قعدنا دقيقه وشويه. ايوه ده رهيب. دقيقه وشويه بيبصوا، دول اقوى من النص الاولاني من المشهد في الحوار. قالوا اكتر من النص الاولاني قال، بس هما طبعا ما كانواش هيجوا من غير الحوار اللي قبلهم. من المشاهد اللي بحبها جدا مشهد في جيره والجن، يعني حتى لو بقى هحرقوا مشهد موت كاركتر من الكاركترز المين، مشهد طويل جدا في ثلاثة كاركترز واقفين، مشهد تقريبا دقيقه ونص او دقيقتين، دقيقتين تقريبا، مشهد دقيقتين سكات فقط، بصات فقط قبل موت الكاركتر، بصات فقط من غير ولا كلمه، بحبه جدا. في مشهد في فيلم هيبتا برضو كان مشهد، فانا مشاهد الصمت دي انا بقدرها جدا، وبتدي لك انت فرصه خلق مرعبه وتطلع لحظات وعاطفه. انت بتمنتج على النفس، مش بتمنتج على كلمه، بتمنتج أيوة. على النفس، بتمنتج على احساس، بتمنتج على بصه العين، وعلى تغيير في بصه العين طبعا، وانك ممكن بصه العين فيها شك وفيها الهزيمة وفيها الانتصار وفيها يعود يثق في نفسه تاني وفيها بيكذب على نفسه، ممكن كل ده نشوفه صح طول البصة. لو الممثل اتيح للفرصة الفرصة دي ويبقى هو عنده ويبقى ممثل عنده ويبقى ممثل عنده. صح. بيبقى كل المخرجين اللي برضو اللي انا اتعاملت معاهم او كلمت معاهم من اكتر المشاهد الغلسة بالنسبة لهم هي مشاهد الحوار، يعني زي الاثنين قاعدين على ترابيزه بنتكلم او قاعدين مشهد حواري بحت، يعني دايما حاسين انهم محتاجين يحركوا الكاميرا، يتحركوا من وراهم، يقربوا، يعني بس فكره انه يتعامل شرعي تماما ويسيب المشاعر نفسها هي تقول دي كتير، مش كتير، جبارين في حاجات تانية مش مدركينها. صح وبيزقوا
وبيقولمس بيكرهوا المشاهد الحوارية، مع ان المشاهد الحوارية هي من المشاهد اللي ممكن تطلع منها تمثيل جبار ولحظات جبارة ما بين الحوار وبعض، وعندك قبل الحوار وبعد الحوار، عشان كده ولكن ممكن نفس المشهد في المونتاج تغيره تماما، انك تعمل في نص المشهد صمت في لحظة كده فيعمل awkwardness، يعمل لحظة كده غريبة ما بيننا، فغير بنتكلم وفجأة لاتي حالة لو حصل انت بدأت تتكلم معي، انا بتكلم فانت لو سكت فجأة ايه اللي هيحصل؟ انا هتوتر وانت هتقعد ترجع وتروح هتوتر، فهتوتر لو مشهد بقى فالناس هتتوتر.